ختم الأعمال بالاستغفار يقضي على داء الكبر وداء العجب، يقضي عليه، لأن الإنسان إذا عمل عملا قد يراه في نفسه ويعجب به ويظن أنه ليس بحاجة للاستغفار، الآن جاء من صلاة كيف يستغفر، لكن ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار تذكيرا بالتواضع لله جل وعلا، وأن العبرة بما في القلوب لا في الصور ولا في الأعمال.